أصلاً التحية التربوية في الشريط بتاع اليوم مش نحاول نفسر لكم كيفاش بش يصير نظام التدريس عن بعد باش تفهموا أكثر كيفاش بصير طريقة العمل. إذا قدامكم إذا مخطط العمل للتدريس عن بعد مادة العربية ضمن المدرسة الابتدائية الخاصة ماي سكول. ايش عملنا لهنايا؟ قسمنا الأعمال خلال شهر أفريل. في الأسبوع الأول عندكم المواد طبع اليوم قراءة وفهم قاموس الصغير الإنتاج الكتابي المحفوظات والإملاء الذاتي. كل هذه الأعمال موجودة على صفحة الفيسبوك بتاعنا في جروب مادة اللغة العربية تلامذة السنة الخامسة ماي سكول. موجود لي فيشي موجود بعثتهمكم على الوورد بعثتهمكم بي دي اف بعثتهمكم زيد دي زيماج صور كل واحد يحاول يحملهم بالطريقة اللي يحبها هو. في الأسبوع الأول لاحظتوا أنه في قواعد اللغة عندكم درس الجملة الإسمية عندكم نص يلزم التلميذ يخدمه العام عزيز بالأسئلة نتاعو يلزم يحفظ 10 مفردات يلزم ينتج إنتاج كتابي يتدرب ويلزم يحفظ 4 أبيات من المحفوظات وعنده إملاء ذاتي عدد واحد. والأسبوع الثاني الأسبوع الثالث والأسبوع الرابع والخامس إن شاء الله كان رجعنا قبل بعد 3 أسابيع الأخرين نكملوهم في القسم. إذا كيف أدرس عن بعد؟ قلنا انطلاق العمل يوم اليوم أنا بدينا 1 أبريل 2020 يلزم التلميذ يخصص يومين في الأسبوع لمادة العربية. عنده مواد أخرى عنده فرنسية عنده رياضيات عنده إنجليزية المواد الأساسية. يلزمه طباعة الدرس مش لازم أن يكون عندك أبريمونت نحن نفضل أن يكون عندك أبريمونت باش تطبع الدرس واللي ما عندوش ينجم ينسخ الدرس على كراس قواعد اللغة. يلزمه يشاهد الأشرطة وكان يحب يعاودوا مرتين اثنين ثلاثة والأشرطة موجودة في هاي صفحة الفيسبوك بتاعنا مادة اللغة العربية السنة الخامسة أساسي وطباعة أعمال القراءة وإنجازها طباعة أعمال الإنتاج وإنجازها. هذه هي المراحل كيف أدرس عن بعد. أيضا بعد فهم الدرس يجب حفظ الاستنتاجات لا تكفي مشاهدة الفيديو فقط وبعد ذلك إنجاز التمارين الرجوع إلى الإصلاح والإصلاح ابتداء من كل جمعة نبدأ نهبط في إصلاح أهم التمارين. شنو يعمل هو التلميذ لازم يصلح كل الأعمال ينجم يرافقه الولي وهو سيقع إنزال الأعمال الإصلاح على صفحة الفيسبوك هذيك وقلتلكم إن شاء الله نفيروا الفترة هذيا بشعارنا تلميذ مسؤول أنك تخدم وحدك ما تخليش والديك خالتين وراك ومجتهد ماكش قاعد في الدار تضيع في الوقت ومتحدث بالكورونا وإلى اللقاء.